معاك برزيركر سرب كتير وملوش حل، سرب من كل حته. بيت كورنر هتلاقي الحل عندنا. اتفرج على الفيديو وهتعرف ازاي تظبط القطنه بحيث ان التانك ما يسربش خالص. هاخد جايزة على الفيديو ده، هاخد جايزة اسوأ انترو انا عملته في حياتي، انترو اتعمل في الحياة. فيديو النهاردة عن تانك هو موجود بقاله فترة، هو بقاله حبة في السوق يعني يمكن شهور بس انتشر قوي الفترة الاخيرة. السايرن في 2 بتاعي اللي انا ماشي بيه بقاله 7 سنين او اكتر كمان باظ. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. قلت اجرب امشي بتانك البسكر 3، كلها تقول لي لا بلاش ده بيليك كتير قوي، فانا قلت لهم انا ريفيور وعندي ستور وهعرف اعمل له بيلد من غير ما يسرب ولا نقطه. طبعا انا عشان مش اي حد يعني التانك غرق اللي جابه اهلي بتاع مثلا اسبوع، انا مش عارف اظبط القطنه ولا مره. تجربه ومع الوقت عرفت اظبط له الدنيا يعني، قعدت افهم الميكانيزم بتاعه ماشي ازاي. مش حاجه برضو واحد صديقي هو اللي قال لي على تريك وبعدين انا زودت تريك وبعدين على تريك ثالثه، فانا فهمت ممكن تظبط التانك ده ازاي بحيث ان هو يبقى اقل 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 ليك ممكن، حتى ان ليك هيبقى الليك يا اما بسبب ان انت مليت اوريدي التانك فيه ليكويد. دي انا ما لقيتلهاش حل، ما تحاولش انت عملت خطا ما خلى التانك يليك يعني. عامه يسيل التانك يغرق ليكويد، لا دي ما عادتش بتحصل معايا تماما. كان بقاله معايا حبه حلوين جدا يعني، ولا نقطه ليكويد حرفيا ولا نقطه ليكويد. التانك اللي معانا بقى اللي عامل القلق ده كله ايه بقى؟ تانك البسكر 3. انت داخل بس عشان تعرف حته ازاي تظبط الويك من غير ما الويك يليك، هتلاقيني مقسم الفيديو تحت عندك كده شرط طويله كده، هتلاقي فوق واحده فيهم تريك ان انت تغير القطنه من غير ما التانك يسرب. خش عليها على طول وشوف بتعمل ازاي. خش نشوف العلبه فيها ايه، بيجي معاها حاجات ايه، ازاي نظبط البيلد بتاعه. يلا بينا يلا بينا. دي بتفكرني بحد. جاهزين؟ يلا بينا. علبه البي 3 وملخص لك الحاجه اللي جوه، لان الحاجات اللي جوه كتير فشخ خصوصا الاكسسوارز يعني اللي جوه. هنا في السكراتش كود عشان تعرف الجهاز اللي معاك اصلي ولا كلون، وفي نفس الوقت اللون مكتوب هنا، مش عارف ليه بقى ان اللون موجود بره هنا اصلا. العلبة مبينه لك كل حاجه كده كده، هو بيجي مغلف يعني، انت بتشيل الغلاف وبعدين بترفع دي كده، بيجي كل حاجه جوه هنا. التانك على شمالك ازازين كبار والازاز الصغير، وهو راكب فيه ازاز صغير اوريدي اللي هو كلير، وتلاته دريب تيبس. تمام. بص بقى مبدئيا كده، لو انت بتحب النفس ضيق تمام، لو انت زي حالاتي اول حاجه هتعملها تقوم شايل ده كده. تمام. بيبقى في عليه ستيكر من تحت هنا كده، بتشيله لما يكون لسه جديد يعني، تقوم شايله كده. مكتوب هنا ال 1.2. التانك ده ما فيهوش اير فلو. تمام. فانت لو عايز تغير اير فلو، هو ما فيهوش غير الفتحتين دول، فانت عايز تغير اير فلو تعمل ايه؟ بتشد ده كده بس. الاير فلو اللي بيجي معاه ده ال 1.2، انا شايف ال 1.2 ده ضيق من وجهه نظري، رغم ان انا في تنكات ثانيه بشرب 1.2 ده عادي جدا، في التانك ده حاسه ضيق مش عارف ليه، فانا هشيل ده كده. اجيب من العلبه ال 1.4 ده بالنسبه لي كان احسن، اوسع، ام تي ال واسع، تركيبه بتاع ولا اي حاجه، بحطه كده اهو، دوس خلاص. بيرفكتو. مستحيل يقع لوحده مثلا او حاجه. الحاجه الثانيه اللي هتعملها هتعمل ايه؟ هتشيل القرف ده كده. تمام. دريب تيب دي قصيره هتشيلها. تمام. تجيب العلبه ثاني تاخد منها الدريب تيب الكبيره شويه اللي على اليمين دي، ساكن دي عشان دي مش حلوه قوي يعني، دي احسن شويه. تقوم حاطط دي. حاجه هتعملها مهتم قوي بالفليفر بكل تفاصيله زي ما انت ما تعملش حاجه، او ركب الازاز الالتيم الصغير. مش فارق معاك قوي، ممكن تركب الازاز الكبير وهيزود لك الثروت هيد شويه. وانت بقى زي حالاتي بتزهق من الملي الكتير او ما بتحبش تنزل بازازه الليكويد، طبعا تقوم فكك ده كده بكل بساطه. تمام كده. الازاز ده بقى يعني انا طبعا فكيته قبل كده فهو هيبقى سهل دلوقتي، بس الازاز ده من ارخم الازاز اللي ممكن تفكه في حياتك لاول مره، فانت هتقعد سايسه كده ايه حته حته كده فاهم لحد ما هيطلع معاك. طبعا هو طلع بسهوله جدا دلوقتي لان انا فكه قبل كده، لكن هو مش بالسهوله دي يعني. تجيب العلبه، تجيب الازاز الكلير الكبير مثلا، تشيل العلبه كده. تمام. تلاقي تحت بقى كيس، ده اللي مهم، في كيس تاني كويلين. الكيس ده هو اللي مهم بقى، ليه؟ الحته دي اللي بتخلي التانك 6 مللي. التانك بيجي 2 مللي، الاكستنشن او الحته اللي انت بتطول بيها التانك دي بتخليه 6 مللي. بتركبها هنا اهو. تمام. لما تركب الازاز الجديد لاول مره يبقى دايما حط ليكويد على الاو رينج من هنا، مشي عليه ليكويد كده، وابقى حط الازاز وملفه كده خلاص، عشان بس ايه كل مره ما تيجي تركب الازاز ما يقفش فيه، ما عادش يخرج بقيه حياته. تقوم قافل التانك كده، بقى التانك 6 مللي، حله انت ماشي بيها بقى، امليه مره ورايح دماغك وانزل. ثالث حاجه بقى
دي ما فيهاش نقاش. الاثنين اللي فاتوا دول الدريب تيب والازاز دول أذواق، ممكن انت مثلا مش حابب الازاز الكبير او مش حابب الدريب تيب الطويله شويه دي الجميله. طبعا انت هتتسال وقت ازاي نعمل بيلد على بيلدك بالمنظر ده، هتقوم شايل دي كده، الموضوع ده يبقى بسيط خالص كده، الموضوع بقى بسيط خالص تمام. يبدو لك ان انت هتعمل القطنه هنا، يعني انت هتحط الويك سلوتس هنا. ده هو القصه دي بقى، دي اللي انا وقعت فيها يعني، والحقيقه ان ده مش الحقيقه خالص. نجيب بس مود كده، هجيب الارجوس ام تي اللي انا ماشي بيه بقى لفتره، الايج اس ميني الجديد بتاعي يعني، ده الجهاز اللي انا بهينه جديد. اول حاجه تعملها ايه بقى يا معلم؟ حاجه هتجيب الكيس ده اللي بقى جاي في العلبه، تقوم عامل ايه، جايبه كده فاتحه وقلب كل اللي فيه. ساك بقى ايه، في مسمارين كده البراس كبيره شويه، ده لا ساك منهم خالص يعني. انت هتجيب المسمار ده اهو، تمام، المسمار ده اهو، واطلع ده كده، تقوم راجع كل حاجه زي ما كانت كده اهو. حاجه بقى انك هتجيب البتاع ده كده، المفك اللي انت شلته من العلبه ده، وتحطه كده اهو وتفتح، تمام. ليه بقى؟ لانك هتشيل المسمار ده خالص. المسمار ده يعني علاقته بيك توكسيك اكتر من علاقتك بالاكس بتاعتك اللي انت كنت تعرفه. شيل المسمار ده، فكك منه خالص، عشان ده مسمار زباله وهيكفر اللي جابوك. طب ما تضيعوش طبعا يعني، سيبه برده ايه معاك احتياط، عشان لو المسمار التاني باظ ولا حاجه. المسمار بقى اللي احنا شلناه من العلبه ده، هتلاقي راسه يعني بتركب في اي مفك عندك عادي، او المفك اللي انا ماسكه ده تقريبا عند اي حد عدى على فيب قبل كده يعني، المفك اللي هو طلع منه ثلاثة ده، تقوم حاطه كده اهو ولافف بس. بس كده ربط اهو، عشان تربطه الاخر طبعا انك لسه هتركب كويل يعني. المسمار التاني تقوم حشره كده اهو، تمام، وعامله كده ماسكه بايدك وملفف المود، حطه كده يا عم. انا طبعا صعب قوي ان انا اضغط اعمل فوكس دلوقتي، ف معلش سامحوني بقى ان الفوكس هربان يعني، بس كده خلاص كده. ممكن بقى استخدم المفك الكويل ماستر العادي بتاعي، عشان انا اتخانقت من المفك ده بامانه، ورابط شويه، ده رابط شويه. طب انا مش هربط الاخر ليه؟ عشان لسه هركب كويل بس. دان بجد، هتندم لو ما عملتش الحركه دي، لان بجد المسمار التاني ده لعنه، المسمار العادي احسن منه مليار. انا هقترح عليك كويلين، اما الام تي ال الهيكلر بتاع كابتن كويل، يا اما الالين رول بتاع ليو. الاثنين دول نفس المقاومة حتى يعني، بس الاتنين بجد فظيعين جدا. شوف انت حابب ايه فيهم، وانا هركب الالين رول دلوقتي يعني. كده القلب اهو تمام، عندك حبة كويلات اهو، اختار منهم كويل. نجيب التانك تاني كده، نحط فيه الكويل الليد دي والليد دي، ده الكويل دخل تمام. خليه برضو ايه، ما يبقاش اللي جوه يعني، خليه ايه في النص كده، خليه اطلعه بره شوية كده. رابطين الناحيتين، امسك الكويل دايما ايه في الحركة دي، او حط جواه المسمار بتاع قطر الكويل عشان ما يبص. لو انت بقى حنيوك قوي يعني وعايز تربط على الكويل الف، هات بقى المفك اللي عند الناس كلها ده، وقوم لافف كده قرص على امه من ناحيتين، هتلاقيه خلاص كده ايه ظبط. نجيب بقى مسمار على قطر الكويل كده، ندخله كده تمام، عاملين كده. انا عايزك تقربه من الايرفلو بس مش قوي برضه، ما تقربوش لدرجه مستفزه يعني. انا شايف الرفع ده، لا ده يعني نرفع عن كده شويه كمان يعني، بس ننزله السنه كمان تحت بس يعني كده ايه، ده الارتفاع المناسب من وجهه نظري للكويل يعني. بس الكويل تعوج شويه، بس اظبطه شويه بس كده تمام قوي. الكويل مظبوط من الارتفاع بتاعه، مظبوط لحد كبير بس كده. الكويل ايه ظبط، مش محتاج حاجه تاني غير ان احنا نقصه ونشيل الهوت سبوتس اللي فيه. ممكن تبري هيت على 10 واط مثلا كده، نجرب تمام. اعتقد كده خلاص يعني، ممكن بقى نعلي الوات شويه ونشوف كده. الكويل تمام بينور من جوه لبره، وبيطفي من بره لجوه. القط بيكون طبعا كالعاده، دي اهم بقى تريك في التانك ده اللي غالبا في ناس كتير مش عارفاها يعني. تجيب بقى القطن كده، ما تفتكرش ان التانك هيليك بقى فانت لازم تدخن قوي القطنه، لا هو الموضوع مش الدرجات دي يعني. انا بدخن القطن عن عادي بقيه التانكات بس مش قوي يعني، ما بقاش خناقه برضه فاهمني، لان يعني ده مش هيساعد في حاجه. انا اقول لك على التريك اللي هتخلي الموضوع ايه بسيط. بص انت هتدخل كده تمام، تلف القطن كده بس، ترجع تاني الناحيه التانيه، الناحيه التانيه بس، خلاص كده هو كده جاهز تمام. تعالى بقى ايه نقصه بعد اخر التانك بحاجه بسيطه قوي هنا كده، هو اخر التانك خلينا نقول عند اخر المد هنا كده مثلا، بس انت هتخليها عندك انت على المقياس بتاعك، هتخليها عند اخر التانك كده. في الناحيه التانيه نفس الكلام، طب افلف القطنه في التانك ده بس مش قوي يعني، ما تافورش، لان هو لو افورت هو اصلا ايه، انت عارف التانك بيهزر وهيزعل وهيقول لك انا هسرب ناو عشان انت افلفيت القطنه زياده فاهم. فحاجه بسيطه كده بس ايه، يبقى متسرح كويس. حتى يعني نفس الكلام كده، قصين من نفس المكان تاني بس بعد ما سرحنا القطن تاني. عايز المنظر الجمالي اللي يبقى حلو، انت هتقوم جايب الجفت ده كده ودخل القطن في الفتحتين دول وخلاص كده. طيب
هيسرب 100%. طب ازاي بقى ما تخلوش يسرب؟ بص بس انت هتجيب البتاعه دي اللي جايه مع التانك دي، تقوم رافع القطن ده كده والقطن ده كده، رافعهم لفوق كده وندخل الفتحة دي، نلفف الشرط يعني ندخله ملفوف عكس كده عشان انا الحمار بس، تمام، ندخلها في الفتحة بتاعتها بس، تمام كده بقى معانا القطن ده. نوديه فين؟ اقول لك احشره حرفيا. هتقوم جايب الجفت زي القطن اللي ورا كده ودخل لتحت كده، تمام، دخل لتحت كده، اقفل الويكس لات، مش حشر يعني مش شرط، بس ايه اقفلها بحيث ان الويكس لات اللي قدامه دي هي ده، اقفلها خالص. انت طبعا بالنسبه لك المنظر ده طب والله البيلد شكله جميل اهو، ماله؟ لا ما انا هبوظه لك بقى الوقت. انت هتقوم جايب الجفت ده بقى كده مدخله من الفتحه دي ومشدد كده، تمام. هتقول لي ايه المنظر العره ده؟ هقول لك ما انا هعمل ايه. ما هو التانك ما بيلايكش لو عملت الحركه دي، ممنوع التسريب بقى لما بتعمل الحركه دي، لو عم شده كده وعامله كده تاني بس، يبقى انا كده قفلت الويكس ده خالص. التانيه نفس الكلام بقى، دي التريك اللي انا اكتشفتها مع الوقت يعني، تعمل كده وعمل كده بس كده الويكس لات اتقفلت تماما اهي، بس القطن بقى خارج من الويكس لات اصلا فقفلها، ما عادش فيه سريان للليكويد غير طبيعي فيخش الاير فلو في النص يسرب. هو طبعا شكله زباله يعني، انت لو شايف كده المنظر ده ايه القرف اللي انت عامله ده، بس صدقني هو ده اللي بينفع مع التانك ده. في حلول تانية بس ده اسهل حل. لسه مع الجراند فيب ام تي ال جراند سيكريت النهارده، ال 12 نيكوتين بتاعه برضو نفس الوضع، حط كده براحتك بقى خالص بقى، ايه لون القطن واعمل وعيش حياتك، هتلاقي الموضوع ايه جميل ولذيذ. برضو ما تحطش ليكويد زيادة وترجع تقولي بيتسرب انت كده. مقاومة الكويل ده كام بقى؟ 0.6. هل هي دي مقاومة الكويل؟ لا مش مهم، بس قريبة منها. 25 واط الكويل ده شغال تمام يعني ما فيش مشاكل، وهو ده الصوت اللي انتوا عايزينه. انا عارف، انا بس هخفها 23 كده في الباد تانك عادي جدا. افتح التانك، دي بقى براحتك يا معلم، ولا ليك ولا بتاع، يبقى براحتك كده تمام بس، واقفل في ليك في اي حاجه ولا اي حاجه بس، انت كده تمام. 25 واط بتاعتك الجميله او 23 زي ما تحب، واشرب كده. خلصنا الانبوكسنج والبيلد بتاع التانك، يلا بقى نطلع مع بعض ونشوف التانك اخباره ايه وايه اداؤه، ايه الوحش فيه وايه الحلو فيه، بس بشرط التريك اللي انا قلت عليها دي لازم تتعمل، يا اما التانك هيسال عليك من كل حته. يلا بينا. هاي كواليتي، كواليتي كويسه جدا، فليفر فيه عالي لحد كبير جدا، والثروت هيت بتاعته مقبوله لاقصى درجه. صراحه انا شايف ان هو تانك جامع كل حاجه مع بعض، مش هتندم على اختيارك ابدا الا لو انت ما لقيتش الاير فلو اللي يريحك. في حاجه هقول لك تستاهل قبل ما تجيب التانك مع حد تاني، ان انت بس تجرب الاير فلو بتاعه، مش لازم الفليفر ومش لازم الثروت هيت، غالبا كده كده هيعجبوك. هو الفكره بالنسبه لك ان انت تجرب الاير فلوز اللي راكبه كلها. طبعا انت زي ما شفت سويتش الاير فلو، انت تغير من الاير فلو للاير فلو الموضوع ده سهل جدا. مثلا ال 1.4 ده مريحني، الاير فلو ال 1.4 ده واسع كام تي ال، واسع شويه بس انا بحبه كده. على السايرن انا كنت بعمله على فتحه واحده اوسع واحده، فبالتالي ده واسع بس انا بحبه كده فمرتاح عليه. الاير فلوز اول، لو في اير فلو بالنسبه لك مناسب ومريحك خلاص هات التانك وفكك من اي حاجه تانية، لان اي حاجه في التانك تانية ما فيهاش اي مشكله. بس ايه، نخش في مميزات وعيوب بتاعه التانك. هقول ان العيب بتاعه ان البيلد بتاعه رخم، ولازم يكون معاك جفت سيراميك عشان تعرف تسحب القطنه بره، كواحد مصري اصيل بتعرف تتصرف في امور تانيه ماشي، هتعرف تتصرف وتجيب حاجه تشده بيها يعني، مش قصه بالنسبه لك. اورينجز كتير فخد بالك منها، لو انت متعود على ارقام اير فلوز في تنكات تانيه بالارقام دي فانت حاسس ان اوكي كده كده انا جربت ال 1.2 في تانك تاني، لا جربه هنا اول لان هتحس باختلاف. ما اعتقدش ان في عيب تاني ممكن اقوله عن التانك، لان بصراحه التانك مفيش اي مشكله. بقول لك في المميزات تغيير اير فلو اسهل ما يمكن، وما اعتقدش ان في حد اساسا في الام تي ال بيحب يغير اير فلوز كتير يعني، ما اعتقدش ان في حد مثلا بيغير اير فلو كل نفسين ثلاثه يعني، انت بتثبت على اير فلو واحد غالبا وما انتش بتغيره، فدي مش ازمه يعني، انت هتركب اير فلو اللي انت مرتاح عليه وخلاص. طبعا فليفر تحفه، الثروت هيت تحفه، الخامات بتاعت التانك تحفه، الازاز قوي، الاكستنشن اللي جاي معاه دي فكره فظيعه، حط الاكستنشن على دماغك يعني، كده كده الفليفر مش بيتاثر بدرجه سيئه قوي يعني ان الفليفر بيضيع، لا هو كويس برضه مفيش مشاكل يعني. انا لو هقول ان ده عيب، بس هو مش عيب لان هو حله في العلبه، ان هو المسامير بتاعته الين كي، انا بكره اسامي المسامير الين كي دي، بس في نفس الوقت يعني جاب لك مسامير ثانيه وانا غيرتها اول ما فتحت التانك بصراحه، الين كي دي
زبالة. صراحة مفيش حاجة تقل عن التانك، التانك تحفة ممتاز جدا، واقترح اي حد يجيبه، خصوصا لو انت هتعمل البيلد لنفسك وتعرفت التريك دي مرة في اتنين وخلاص، التانك مش هيبقى عامل لك اي ازمة بعد كده. وانت كنت بتفكر تجيب التانك وعجبك جدا وانت مقتنع بيه، بس عشان حوار التسريب او الليك ده كنت بتفكر ما تجيبوش، لا هاته، او شوف انت لو اكتشفت تريك تانية ممكن تعملها بحيث ان التسريب يقل خالص اعملها، بس ليها حل. لحد فترة قريبة كنت شايف ان هو تانك فاشل تماما بسبب حوار التسريب ده، لكن بعد ما شفت التريك دي او عرفت التريك دي اوكي خلاص، انا تانك بالنسبة لي مريح جدا. انا ببني تانك مرة في اليوم وبنزل بخلص مشاويري وبرجع بيبقى لسه فيه ليكويد في التانك، دي ميزة بالنسبة لي ان انا بمشي من غير ازازة. اقول لك على حاجة اخيرة برضه، ما تجيبش التانك الا لما تجرب الاير فلوز بتاعته، اتاكد ان في اير فلو مناسب ليك. صدقني لو جبته ومفيش ولا اير فلو ظبط معاك انت هتكره حياتك وهتضطر تمشي باير فلو يضايقك. انا بالنسبه لي في اير فلو بتوجع صدري اصلا وانا بشرب عليها، وفي اير فلو بيبقى مريح بالنسبه لي. جرب شويه بس، اقعد اشرب منه على الاقل 5 دقايق من كل اير فلو واتاكد ان في اير فلو ده مريح بالنسبه لك، كمل عليه خلاص تمام، روح هات التانك على طول. ما عرفتش تعمل ده كده كده غالبا يعني بنسبه كبيره هتلاقي اير فلو يريحك، ما في اكتر من واحد. بس انا بقول لك يعني لو في حاجه محتاجه تتجرب جرب حوار الاير فلوز دي اول بيلد، ما تشيلش هم، خد بالك من الاورنجز بتاعت التانك عشان برضو مع الوقت ممكن تبوظ او حاجه، فما تضيعش اللي موجودين في العلبه، غير الالنكيز، غير الدريب تب، جو هيد خلاص انت كده زي الفل. شكرا جدا انت كملت الفيديو للاخر، انا ما كنتش طولت عليكم وما كنتش زهقتوا، بس انا حسيت فيديو مهم بالنسبه لحوار التريك دي. اي استفسارات تانية اكتبوا لي في الكومنتس وانا معاكم في اي حاجه. شكرا جدا وسلام. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame, though it might be nice to